بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكل متابعي قناة مسيو بحباح التعليمية. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتكلموا على واحد الأداة مهمة بزاف كاينة في لاباغ دو موني انسيرسيون. كي كتشوفوا معايا إذا جيت عند هذا الجروب سميتو ليا، كنلقى عندي الفوق ليا وكنلقى عندي سيني. هاد سيني اللي غادي نتكلموا عليها اليوم. بيان سور حنا كنعرفوا على أن هاد ليا الدور ديالها هو أن ممكن هاد الدوكيمون اللي عندي نقوم بربط ديالو مع شي دوكيمون اللي هو اكستيريور او خارج من وسط هاد الدوكيمون هذا. لكن بالنسبه لهاد السيني هذه فالمعنى تاعها ان ممكن ندير روابط داخله في نفس الدوكيمون، وهذا الشيء بيان سور اللي غنتعرفوا عليه في لا فيديو ديال اليوم. اذا اول مره تشاهد القناه ما تنساش متابعه وتفعيل الجرس لتتوصل بكل جديد، كذلك اذا استفدت في الفيديو والنهايه ما تنساش الاعجاب لدعم هذا المحتوى النافع. على بركه الله. شوفوا معايا الدوكيمون ديالي هو هذا. هنا الى جيت عند لاباغ دو موني انسيرسيون كاين عندي هاد لي سيني هذه هنايا. انتبهوا معايا الاخوان، غنمشي عند هاد الكلمه باغ اكزومبل باش ندير ليها واحد الرابط داخل في نفس الدوكيمون. هاد الكلمه اللي هي لي فيديو مثلا، او نختار اي كلمه او اي عنوان مثلا، نختار كلمه فيديو غندير فيها دبل كليك باش نقوم بالتحديد ديالها. من بعد منها مباشره غنتوجه عند لاباغ دو موني انسيرسيون وغنجي عند جروب ليان وغنختار فيه سيني. نكليكي عندها كيطلع عندي هاد الفنادق هذا. الفوق تيقول لي نون دو سيني، يعطيني السميه. انا غنقول ليه مثلا اودوباج، غنسميها هادي اودوباج مثلا، يعني اعلى صفحه او دو باج. دونك غنكتب باج كوم سا، ما خصناش نديرو اسباس ما بين جوج د الكلمات. داكشي علاش درت انا اش ماجيسكول او بي ماجيسكول باش نفرق بيناتهم. دونك هاد البارتي هادي ولا هاد العنوان هذا انا سميتو او دو باج، يعني اعلى الصفحه. غنكليكي عند اجوتي على هاد الشكل هذا. دونك انا دابا راني اجوتيت واحد سيني، راه ديجا ولات كاينه عندي. انتبهوا معايا لتحت ديال الدوكيمون، غنهبط لتحت كاع وغادي نمشي نطلاسي واحد السهم لاباغ دو موني انسيرسيون. اكزومبل غنجي عند فورم، نختار شي سهم من هاد الاسهم اللي كاينين هنايا. باغ اكزومبل نختار هذا اللي كيشوف الاعلى وغنطراسيه على هاد الشكل هذا. مثال ممكن تصوبيه هنا، ممكن تحطيه في اي مكان، ماشي مشكل. غنحطو هنايا في هاد الحاله، وغادي نتوجه عند لاباغ دو موني انسيرسيون نفس الشيء، وغادي نمشي هاد المره عند ليان. دابا غنمشي عند الروابط، ولكن الروابط غندخل معاهم لي سيني، هذيك السيني اللي انا كندير فيها روابط ديال لي دوكيمون في نفس الدوكيمون. دونك غنكليكي عند ليان، اون فوا كليكيت عندو غنجي نكليكي هنايا عند اون بلاسمون دون سو دوكيمون. يعني ملي غنكليكي عند هذاك السهم خاصو يدي بلاسيني وسط من نفس الدوكيمون، يحركني من هذا المكان لمكان واحد اخر. شنو هو هذا المكان؟ هو هاد اودو باج، يعني غيوصلني عند واحد الكلمه ولا واحد العنوان ديجا راه انا سميتو اودو باج. اذا اودو باج عندنا حنا هاد السميه اللي ما عطيناها، عطيناها لهذيك الكلمه اللي كاينه فوق سميتها فيديو. غنكليكي عندها وندير اوكي. دونك انتبهوا معايا، انا هاد كلمه فيديو هذه اللي كاين عندي في الاعلى تاع الدوكيمون، هاد كلمه فيديو راني سميتها اودو باج. ودابا جيت قلت ليه ملي نكليكي عند هاد السهم هذا خاصك توصلني عند اودو باج اللي كاين تحت. انتبه معايا، السهم لو وقفت عنده السيستم كيكتب ليا كونترول بلس كليك بور سويفر لو ليان. زعما شنو قال لك؟ الا شديتي لاتوش كونترول من لوحه المفاتيح وكليكيتي كليكه واحده مره واحده راه غيديك عند الرابط. والرابط اللي عندي شنو هو؟ شوفوا معايا، راه مكتوبه تما دوكيمون اه، يعني نفس الدوكيمون اللي راني واقف عنده اودو باج، يعني طلعني عند اعلى الصفحه. دونك اذا كليكت عنده كوم سا كتشوف معايا وصلني لاعلى الصفحه. كذلك نقدر ندير العكس ديالها. انتبهوا معايا، غنجي عند هاد كلمه اباراي، ممكن ندير فيها دبل كليك نتوجه، يعني غنعاود العمليه دابا، نتوجه عند لاباغ دو موني انسيرسيون ونجي عند سيني، نكليكي عندها تيعطيني عاوتاني هنا سميه واحده اخرى. حنا كاتب لي اودو باج ديجا كاينه، غنجي عند هاد اودو باج نكتب في بلاصتها باغ اكزومبل با دو باج، يعني هاد المره اسفل الصفحه با دو باج. ركزوا معايا الاخوان، قلت لكم في السميه الفوق ما خصناش نديرو اسباس. هاد المره درت با دو باج، غنكليكي عند اوكي. ولاو عندي دابا جوج ديال لي سيني، وحده سميتها اودو باج ديال الفوق وحده سميتها با دو باج ديال الاسفل. دابا نقدر نتوجه للاعلى ديال الدوكيمون في هذا المكان هذا، ونختار شي كلمه او ممكن نطراسي شي فلاش او بحال بحال. نقدر نطراسي شي كلمه اللي نختار شي كلمه اللي نكليكي عندها تهبطني للاسفل، او بطريقه مزيانه انا غنختار لي فلاش، لان لي فلاش تيكونوا تيبينوا اكثر. اكزومبل غنجي ندير واحد فلاش على هذا الشكل هذا، غندي بلاصي نقادو كيف ما بغيت. نفس الشيء
لا باغ دو موني انسيرسيون ونجي عند ليان نكليكي عنده. شوف معايا دابا ولاو عندي جوج ديال لي سيمي، كانت عندي الاولى قبيله سميتها او دوباج، ودابا سميت ولات عندي واحده سميتها با دوباج، وانا واقف بيان سور عند اون بلاسمون دون سو دوكيمون، في نفس الدوكيمون نختار هذه المره با دوباج وندير اوكي. دونك الا درت با دوباج على هذا الشكل هذا يعني شنو؟ ملي نكليكي عنده غيهبطني عند ديك الكلمه اللي كنت سيليكسيونيت في الاسفل اللي هي كلمه اباراي. دونك انتبه معايا، اذا جيت وقفت عند السهم اش قال لي عاوتاني؟ كليك بلس كونترول بلس كليك بور سويفغ لو ليان، شد كونترول نكليكي عنده جابني عند كلمه اباراي، وبالتالي هاد جوج ديال لي فلاش كنقدر نديبلاصا بهم اونتخ يعني هاد باردون في نفس الدوكيمون، وبيان سور بطريقه مزيانه نقدر نطلع الاعلى ديال الدوكيمون ونهبط الاسفل ديالو. وهاد العمليه هذه كنحتاجوها باغ اكزومبل الا كان عندنا شي رابور، وباش ما نبقاش نكليكي كوم سا وغادي طالع، ولا ممكن ندير هاد العمليه هذه اللي كنبقى نتنقل بها من صفحه لصفحه بطريقه سهله ومبسطه وبادق التفاصيل. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الحصه ديال اليوم، بيان سور اذا استفدتوا ما تنساوش الاعجاب بالفيديو لدعم هذا المحتوى النافع، كذلك لا تنسوني انا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.